مرحبا، كيف الحال؟ ان شاء الله انتم كويسين. اليوم رح نعمل راس العيد. احنا بحاجة لكيلو طحين، هون عنا كيلو طحين مخلوط ابيض واسمر، نص كوباية شاي حليب بودرة، معلقة كبيرة ينسون مطحون، ومعلقة كبيرة شومر مطحون. نص معلقة صغيرة محلب، معلقة ونص سكر كبيرة، معلقة كبيرة، معلقة ونص سكر، معلقة صغيرة ملح ممسوحة طبعا مش كتير يعني، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة خميرة فورناها بكاسة مي طبعا، نص كوباية زيت زيتون او زيت مازولا او خليط اللي بتحبوه انتو، يعني سمسم محمص بنحط كمشة، يعني السمسم ما بضر حطه، مسحة محمصة كمان قد السمسم. هلا بنخلطه كله مع بعضه البعض زي ما انتم شايفين، هيك بنبسه يعني مع بعض بالزيت. طبعا هون اختياري شوية كركم عشان يصير لونه اصفر. هلا بنعجن المقادير كلياتها مع بعض. طبعا بدنا عجينه لينه بس ما تكون تلزق بالايدين، يعني طبعا بنحط مي شوي شوي، ما بنحط المي كلياتها مع بعض، وبنعجن وبنشوف وبنزيد المي حسب العجينه. طبعا نحن هلا صرنا حاطين 4 كاسات مي صغيره، كاسه شاي يعني، بدنا نشوف. تهيألي العجينه بدها كمان مي، هاي 5 كاسه مي بنحطها صغيره، طبعا بدنا نشوف. وهي عجينتنا خلصت، عجلناها طبعا بدكم تعجنوها اقل شيء 10 دقائق، وبنحطها لتختمر، وهي بدها يعني ابو نص ساعه ساعه زمن لتشوفوها اختمرت. بنحط على وجهها زيت زيتون، بندهنها بالزيت زيت يعني مش شرط. بنغطيها بنايلون يعني، بنغطيها وبنتركها لتختمر. وهاي عجينتنا بعد ما خمرت، شايفين هيها ما شاء الله عليها خامرة وتمام، شايفين طرية ناعمة ممتازة. وهي هيك عم نقرص العجينة، بنقطعها قطع كور صغيرة يعني حسب الحجم اللي بدكم اياه انتو. ايوه هلا رح نكملها تقطيع ونتركها ترتاح ابو ربع ساعة 20 دقيقة. وهي هيك قطعنا العجين زي ما انتو شايفين كور، وراح هلا نغطيهم ونخليهم يرتاحوا. وهاي شايفين هاي الراس تبعتنا، رقيناها وعلى طابع طبعناها وحطيناها بالفرن على درجة حرارة 400 فرنهايت، يعني 200 درجة مئوية. شايفين هيها
شايفين ما احلاها؟ شايفين بتشهي كتير كتير طيبة. بتمنى تجربوها الوصفة، واذا عجبتكم الوصفة لا تنسونا من اللايك والكومنت والسبسكرايب والشير. كنت انا معكم من مطبخ healthy food recipe.